خلال اجتماعه بكبار قيادات القوات المسلحة والشرطة، الرئيس السيسي يوجه بمواصلة خطط استهداف البؤر الإرهابية والحفاظ على سلامة المدنيين. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإنشاء جهاز النقل البري للركاب والبضائع. وزير الصحة يقول إنه سيتم زيادة أسعار 3000 صنف دوائي فقط من إجمالي 12000. ترامب يواجه ادعاءات بأن روسيا لديها معلومات محرجة عنه، والكرملين يصف الادعاءات بالمفبركة. من مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، ساعة إخبارية شاملة. أهلا بكم. مرحبا بحضراتكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع فرنسا في مختلف المجالات وقوى العلاقات المصرية الفرنسية. بدوره أعرب رئيس فرنسا فرانسوا أولاند خلال الاتصال عن تقدير بلاده لتسليم رفات ضحايا الركاب الفرنسيين الذين لقوا مصرعهم خلال حادث سقوط الطائرة المصرية القادمة من باريس إلى ذويهم، مؤكدا على امتنان أسر الضحايا لهذا الإجراء ومشيدا بالتعاون القائم بين الجانبين على مستوى الخبراء. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وحرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة. جاء ذلك خلال لقائه وفدا من مجلس أعمال الأمن القومي الأمريكي، حيث تطرق الرئيس إلى المشروعات القومية الجاري تنفيذها، على رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس. ونوه السيد الرئيس بأهمية بذل الولايات المتحدة الجهد للدفع بمساعي التسويات السياسية للأزمات في منطقة الشرق الأوسط. من جانبهم أكد أعضاء الوفد الأمريكي تطلعهم لتعزيز العلاقات الاستراتيجية، مشيدين بما تحقق في مصر من إنجازات خلال العامين الماضيين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة خلط استهداف البؤر الإرهابية بأقصى درجات الحزم مع الحفاظ في الوقت ذاته على سلامة المدنيين في مناطق الاشتباكات. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بكل من الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، وكذلك الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إضافة إلى عدد من كبار قادة القوات المسلحة والشرطة. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي بحث تطورات الأوضاع الأمنية لا سيما في شمال سيناء، وكذلك التدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لمحاصرة البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد والقبض عليها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع أيرلندا والرغبة في تطويرها لا سيما على الصعيد البرلماني. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم بوفد من البرلمان الأيرلندي برئاسة رئيس البرلمان شين أوفرجيل، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. من جانبه أكد رئيس البرلمان الأيرلندي تطلعه لتعزيز التواصل مع نظيره المصري، معربا عن تقديره للإنجازات التي شهدتها مصر خاصة على الصعيد الديمقراطي وفي مجال استعادة الاستقرار في البلاد. أشاد رئيس مجلس النواب علي عبد العال بمواقف أيرلندا الإيجابية تجاه مصر عقب ثورة 30 من يونيو. وأكد عبد العال خلال لقائه رئيس البرلمان الأيرلندي شون أوفيرجل والوفد المرافق له أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري خاصة في مجال المنتجات الدوائية والبحث العلمي. من جانبه أشار رئيس البرلمان الأيرلندي إلى ضرورة فتح خطوط طيران مباشرة بين مصر وأيرلندا لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل السياحة الأيرلندية الوافدة. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة شريف إسماعيل على مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي. كما وافق المجلس على الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، بينما أكد وزير الصحة أحمد عماد أنه سيتم الإعلان عن تسعيرة الدواء الجديدة غدا الخميس.
نتروشت على فكرة. تنظيم زراعة الأعضاء البشرية وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ويقع تحت طائلة العقوبات الأطباء والمنشآت والوسطاء. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع. استغلال ضعف هذا القانون كان بيخلي ناس ما تخافش من تطبيق العقوبة، تحول إلى سجن مشدد 15 سنة وغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه، ده في أبسط الأمور. وأما إذا سجن مشدد 15 سنة وغرامة لا تقل عن 500,000 جنيه ولا تزيد عن 1,000,000 جنيه. كما أكد وزير المالية خلال المؤتمر أنه سيكون هناك تحسن في أسعار الطاقة والعملة في الفترة المقبلة من خلال التحكم في عجز الموازنة وحجم المديونية. احنا حققنا العجز في أول 6 أشهر نسبته في حدود 5% مقارنة بالسنة اللي فاتت نفس الفترة 6.2%. العجز الأولي انخفض لحوالي 1.5%، 1.3% مقابل السنة اللي فاتت كانت في حدود 2.5% العجز الأولي. الإيرادات الضريبية قريبة جدا من المستهدف في النصف الأول من العام. كما صرح وزير النقل بموافقة المجلس على مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع لتقديم خدمة منظمة وبأسعار مناسبة. يعني حركة خدمة نقل الركاب عموما وفي مصر بتنقسم بين عدة وسائل، لكن النقل المنظم ما بين المحافظات كان يحتاج تدخل وتشريع جديد من الدولة لتحسين خدمة نقل الركاب ما بين المحافظات وداخل حدود المحافظات. كما ناقش مجلس الوزراء اتفاقية صندوق النقد الدولي تمهيدا لإرسالها إلى رئيس الوزراء. قرارات قوية وحاسمة وافق عليها مجلس الوزراء، منها ما يهدف إلى القضاء على تجارة ونقل وزراعة الأعضاء البشرية بتغليظ العقوبات التي تصل إلى الإعدام، ومنها ما يراعي البعد الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي المتعلق بصندوق النقد الدولي. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. عودة مرة أخرى لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة استهداف البؤر الإرهابية بأقصى درجات الحزم، ومعنا للمزيد من المتابعة عبر الهاتف سيادة اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء، كيف تقيم الأداء الأمني للأجهزة الأمنية في ضوء توجيهات سيادة الرئيس بمحاصرة البؤر الإرهابية وكذلك ملاحقة العناصر الإرهابية؟ هو طبعا بالنسبه للاداء الامني، هو الاداء الامني سواء من الشرطه او القوات المسلحه الحقيقه على وجه مرضي تماما، والدليل على كده امور كتير قوي. عندنا في الداخل هنا فترات بعيده ما بين حادث واخر. في سيناء لم يتمكن العناصر الارهابيه رغم تدريباتهم التدريب والتسليح والامداد وطبيعة سيناء، لم يتمكنوا من احتلال ولو شبر واحد من أرض سيناء، لا شك في هذا. ولكننا والرئيس قالها قبل كده برضو في المداخلة مع الأستاذ عمرو أديب، قالنا أن احنا لازلنا في حرب والحرب مش هتنتهي بين يوم وليلة. أما بالنسبة لاجتماعه بوزير الدفاع ووزير الداخلية، نعم، فطبعا ده الحقيقة، يعني الحقيقة حاجات غير مسبوقة، يعني لم نجد ابدا، كنا نجد الرئيس الدوله يجتمع بوزير الداخليه ومجلس اعلى للشرطه في مناسبه عيد الشرطه فقط. اما ان على اثر حادث في سيناء، الحادث بتاع المطافي وكمين المساعيد، يبقى هنا الرئيس بيبادر بسرعه يستدعي وزير الداخليه ووزير الدفاع. ليه؟ اولا من المؤكد احنا ما حضرناش الاجتماع، من المؤكد انتوا ناقصكم ايه؟ ايه الامكانيات اللي انتوا طالبينها؟ هل التسليح كافي؟ هل الخطه الاستراتيجيه الموضوعه حاليا مش قابله للتطوير؟ يبقى الاكمنه لابد ان تراجع، التسليح يراجع، كيفيه التشغيل يراجع، وخاصه ان الحادثه دي كانت في الساعات الاولى من الصباح، ودي اللي بنحذر منها دايما.
فده الحقيقة يعني أنا أعتقد أن الرئيس بخبرته كمخابرات حربية وقوات مسلحة ورجل دفاعي وقوات مسلحة من المؤكد أنه شاركهم وأعطى توجيهات إزاي تكون الخطة أكيد. وهنا كمان في نقطة جميلة جدا، لم يجتمع بوزير الداخلية فقط، لم يجتمع بوزير الدفاع فقط، اجتمع بالاثنين، عشان بنقول بأن التنسيق في سيناء بالذات الحقيقة الخط متوازي في المواجهة قوات مسلحة وشرطة. نعم. طب ونحن على اعتاب اعياد الشرطة، ما هي النصيحة التي يمكن أن تقدم للمواطنين المصريين يا فندم؟ شوف حضرتك، على انا اقول للمواطنين المصريين، واحنا على 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 استعداد لاعياد الشرطه. انا شفت امبارح كده في برنامج في احد البرامج دعوه للتظاهر بكره، وبيقولوا تظاهر سلمي امام مجلس النواب عشان قضيه تيران وصنافير. انا بقول ان ده كمين للشرطه، هو كده ليه؟ لان انت النهارده، وانا بتكلم الكلام ده لاخواننا المشاهدين وعشان يعرفوا، احنا مش عايزين يعني 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 نواجه، لازم نقدر الدور اللي قامت بيه الشرطه وما سقط منها من شهداء. فالنهارده لما يقول لي تظاهر وسلمي، انت مين اللي قال لك، مين اللي قال لك انه قد يتجه اي حد يندس وينقلب كرسي في الكلوب وينقلب التظاهر السلمي الى والى، ثم توجه الكاميرات الى رجال الشرطه وهو مثلا بيستفزه، يقول لك ادي الشرطه ضربت، نعيد بقى ايام محمد محمود، الشرطة عملت وسوت. نصيحتي إلى المواطنين، أنتم على يقين بأننا نعيش في أمن والحمد لله، وإذا كانت هناك أحداث إرهابية فهي فردية، وفي القاهرة عندنا 27 محافظة، لكن بنتحرك في جميع الأوقات وعلى كافة الطرق والأعياد في المناسبات، بنتحرك بحرية وأمن وأمان. أدوا بقى للشرطة تقديرها. نعم. إزاي؟ لو كل واحد، وهذا رأيي والله، لو علق على البلكونة بتاعته يافطة صغيرة نهنئ الشرطة بعيدها، العيد اللي طمس، العيد اللي كان أصلا مقصود ويبقى اللي هو 25 يناير، فأنتوا بقى احيوها، ادوا للشرطة تحياتها، وتفتح أقسام الشرطة للمدارس لزيارات من بدءا من ابتدائي وإعدادي وثانوي. وأنا عايز أقول يا شرطة، الموسيقى تعود في الميادين، الموسيقى موسيقى الشرطة زي ما كنا بنعهدها زمان في ميدان التحرير وفي الميادين الرئيسية. نعم. وفي جميع المحافظات. نعم. الصورة وصلت الآن عبر الهاتف سيادة اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك. حققت قوات حرس الحدود العديد من الإنجازات في مجالات القضاء على البؤر الإرهابية وهدم الأنفاق وضبط المواد المخدرة والبضائع المهربة التي تضر بأمن واستقرار البلاد، وذلك خلال الفترة من نوفمبر الماضي وحتى الآن. وقالت القوات المسلحة في بيان اليوم إن إجمالي القيمة التقديرية لجميع المضبوطات بلغ ما يوازي 2.8 مليارات جنيه تقريباً. وصل القاهرة اليوم وفد من أمن الطيران الروسي
يضم 11 شخصا، وذلك في زيارة إلى مصر تستمر 5 أيام لتفقد الإجراءات الأمنية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ. تأتي هذه الزيارة في إطار استكمال إجراءات عودة الطيران بين مصر وروسيا، حيث من المقرر أن يقوم الوفد خلال الزيارة بمتابعة الإجراءات التأمينية وأجهزة الكشف عن الركاب والحقائب داخل صالات السفر والوصول بالمطارين، وذلك ضمن الاتفاقات الموقعة بين وزارة الطيران المدني والمسؤولين الروسيين قبل استئناف الرحلات الروسية إلى المطارات المصرية. قامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط سكرتير عام حي شرق الإسكندرية وآخرين، من بينهم أحد الأشخاص ينتحل صفة ضابط بالرقابة الإدارية. جاء ذلك عقب تقاضيهم مبلغ 800,000 جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بناء 10 طوابق بالمخالفة للقانون بمنطقة جليم بمحافظة الإسكندرية. نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج دورة تثقيفية في الأمن القومي لأبناء الجاليات المصرية بالخارج بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا. شهدت الدورة إطلاق الميثاق الوطني الأول للمصريين بالخارج، وخلال الدورة ناشدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبيد المصريين بضرورة تقديم توصيات وحلول المشاكل التي تواجههم، مؤكدة أنها ستعرض هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء. عقدت أكاديمية ناصر العسكرية العليا بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج دورة تثقيفية في الأمن القومي لعدد من أبناء المصريين المهاجرين والعاملين بالخارج ضمن برنامج ملتقى ولادك معاك يا مصر الذي تنظمه وزارة الهجرة بهدف ربطهم بوطنهم الأم. وشمل البرنامج تنظيم زيارة ميدانية لمجموعة من أبناء المصريين بالخارج لمقر قيادة وحدات الصاعقة للتعرف على نظم وأساليب بناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة ومشاهدة عدد من الأنشطة التدريبية والبيانات العملية، والتي شملت مهارات الاشتباك والدفاع عن النفس والرمايات بالذخيرة الحية تنفذ بشكل يومي داخل الوحدات والتشكيلات، بما يمكنهم من تنفيذ مهامهم للدفاع عن الوطن وصون مقدساته. يأتي ذلك في إطار جهود القوات المسلحة الداعمة لأجهزة ومؤسسات الدولة لنشر الوعي الثقافي والوطني لأبناء الشعب المصري وبناء أجيال جديدة من الشباب المسلحين بالعلم والمعرفة بمقتضيات الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات. قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن روسيا لم تحاول مطلقا ممارسة ضغوط عليه، وذلك إثر الاتهامات غير المؤكدة بأن أجهزة الاستخبارات الروسية جمعت وثائق تتضمن معلومات محرجة عن ترامب. لكن ترامب أقر بأن موسكو تقف وراء القرصنة ضد الحزب الديمقراطي خلال الحملة الرئاسية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لترامب والذي سيتسلم منصبه في 20 يناير الجاري، حيث أكد على أن الملف الروسي هو أمر اختلقه خصومه، مشيرا إلى أنه إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين يقدره فسيكون ذلك مكسبا لبلاده. وقال ترامب أنه سيتخلى عن إمبراطوريته لابنيه إريك ودونالد، مشيرا إلى أنه سيكون الشخص الذي يشق أكبر عدد من الوظائف. كما شدد ترامب على أن بناء الجدار الحدودي ستمددها المكسيك. ابتزاز روسيا للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عناوين صادمة تاولت من خلال وسائل إعلام أمريكية مختلفة، قد تمثل في حال تأكيدها أكبر نكسة في العلاقات بين البلدين منذ حقبة الحرب الباردة. معلومات محرجة عن حياة ترامب الشخصية والمالية وفضائح أخرى. بيانات أكدت وسائل الإعلام الأمريكي أن روسيا تمتلكها في وثيقة تقع في 35 صفحة، أبرزها ما يثبت أن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب كان على تواصل مع روسيا خلال حملته الانتخابية. وفي تغريدة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، جاء رد ترامب النافي قطعا لتلك المعلومات المتداولة، مؤكدا أن كل ما نشر مجرد معلومات كاذبة وحملة سياسية مغرضة.
وعلى نفس الوتيرة جاء الرد الروسي حول تلك المعلومات التي وصفتها موسكو بأنها ادعاءات تهدف لضرب العلاقات مع واشنطن، ونفى الكرملين امتلاكه أي معلومات قد تستخدم لابتزاز ترامب أو هيلاري كلينتون. هذه المعلومات مفبركة، وفي رأيي إن مصداقية تلك الوثائق تتحدث عن نفسها، وبالتأكيد فإن الكرملين لا يمتلك معلومات ابتزازية عن ترامب، وهذه المعلومات لا تمت للواقع بصلة. وكان مسؤول الاستخبارات الأمريكية قد قدموا تقريرا ملخصا الأسبوع الماضي لترامب يفيد بأن روسيا جمعت لسنوات معلومات دونها عميل سابق من جهاز الاستخبارات البريطانية وتعتبر ذات مصداقية، إلا أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI رفض التعليق عليها أمام الكونغرس. هذا الاحتقان الشديد في العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو كانت قد ارتفعت وتيرته إثر إعلان الاستخبارات الأمريكية أن روسيا مسؤولة عن عملية قرصنة إلكترونية ارتكبت أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عقبها فرض عقوبات على روسيا عبر طرد 35 دبلوماسيا اعتبرته الولايات المتحدة جواسيس وغير مرغوب فيهم. معنا عبر السكايب من نيويورك السيد ماك شرقاوي المحلل السياسي. سيد ماك، كيف تنظر إلى المؤتمر الصحفي للمرشح الجمهوري دونالد ترامب وتطرقه لكثير من الموضوعات، وإلى أي مدى يمكن يعني أن نستشف من ذلك ملامح لشخصيته وتوجهاته بعد أن يتولى رسميا خلال 9 أيام مهام منصبه كرئيس جديد للولايات المتحدة؟ يرد في على الوثيقة التي نوعي عنها، وثيقة 35 صفحة، بتتكلم أن المخابرات الروسية تمتلك بعض المعلومات الشخصية عن ترامب وعن أموره المالية، سوف تكون أداة للابتزاز في المستقبل للرئيس الأمريكي. وعلى الصعيد الآخر نفى الكرملين أنه يعني يمتلك أي من هذه المعلومات، ولكن خروج ترامب علينا بهذا الشأن وإنكاره تماما دون الدخول في أي تفاصيل ودون الدخول إلى أي تفاصيل نشرت من هذه الوثيقة، وإصراره على منع صحفي الذي يمثل شبكة CNN أن يسأل سؤالي، ونعته أنهم شبكة كاذبة وتنشر أخبار كاذبة. أول مرة نشوف رئيس أمريكي في مؤتمر صحفي يمنع صحفي من أن يجلب سؤال، وكان ترتيب يعني هل يتصق ذلك مع الخلفية التي يعني لاحظناها عن ترامب والود المفقود ربما بينه وبين الصحافة والإعلام؟ هذه كانت نقطة مطروحة بشكل كبير عندما كان مرشحا للرئاسة في وقت سابق. كان هذا يفيده وهو مرشح، لأن ده بيدي المشاهد الأمريكي، مش هنقول الناخب الأمريكي، لأن الموضوع كان ترامب بيديره كأنه برنامج تلفزيونه، كأنه ذا أبرنتس اللي كان بيديره قبل كده، فهو التشويق وأنه الإنسان الفظ الغليظ الذي يهاجم الصحافة وهو يضرب كل النظريات السياسية عرض الحائط وفاد بمنصب الرئاسة. ولكن النهاردة أنت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لابد أن تتخلى عن هذا النمط، لابد أن تتخلى أصابعك عن الدخول على تويتر والتحدث بدون الرجوع إلى مستشاريك وبدون مراجعة الكلمات التي تكتبها على هذا المشهد السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. أول مرة بنشوف رئيس يرد على إهانات بإهانات فورا على تويتر، ردوا على تغريدته على ميرور ستريب وهي بتستلم جائزتها في الجولدن جلوبز، وأشارت إلى أن دونالد ترامب يعني وهو سوف يكون على أعلى منصب الولايات المتحدة الأمريكية، ونوهت عن إشارته إلى الصحفي المعاق وكيف استهانة به. نعم. طيب ما هي دلالات إفصاحه عن تخليه عن المناصب التي يشغلها هو وابنته، عن تركه لإمبراطوريته ليتولاها ابنه؟ هو قال ان الدستور لا يحتم على الرئيس او نائب الرئيس انه يترك اعماله، وده حقيقي فعلا في الدستور الامريكي، ولكن كل الرؤساء السابقين تخلوا عن اي اجراءات تجاريه او اي استثمارات
فترة رئاستهم، إصراره على عدم نشر ملفاته الضريبية tax returns. هناك العديد من الإشاعات تقول أن هناك قروض من بنوك ومن بنوك دولية، منها البنك الروسي وهو اقترض منه مئات الملايين من الدولارات، وهل سيكون هناك أثر ذلك في قراراته. إصراره على رفض التعليق على هذا الأمر وأن هذا الأمر كاذب وغير صحيح. إيماءاته أنه في زياراته الخارجية كان بيقول للفريق العمل أن هم يحرصوا تماما على كل تصرفاتهم، أن هناك الكاميرات في الغرف وصف التطور. أخيرا وفي جملة سريعة جدا بعد إذنك، يعني من متابعتك للمؤتمر الصحفي، يعني هل حصد ترامب خلاله نقاط أكبر في صالحه أم على العكس؟ في جملة أخيرة وسريعة. على العكس، أعتقد أن إصراره على الرفض وإصراره على معاداة الصحافة وإهانة الصحفي في المؤتمر الصحفي وتهديد المستشار الإعلامي البيت الأبيض أنه سوف سيطرده برا القاعة، هذا ما صرح به الصحفي في CNN بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، دي أمور ليست في صالح الرئيس الأمريكي. لم يرد على أي اتهام، وذلك يجعل الفرد الأمريكي النهاردة فعلا يعتقد أن هذا الأمر أقرب منه إلى الصحة، أقرب منه إلى أنه يكون أمر حقيقي لعدم إفصاحه عن أي تفاصيل. تمام سيد ماك، أشكرك شكرا جزيلا. سيد ماك شرقاوي على هذه المداخلة عبر السكايب من نيويورك. أقر ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي الذي عينه دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بأن الأنشطة الأخيرة لروسيا تتنافى ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وقال تيلرسون خلال جلسة تثبيت تعيينه في منصبه أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ إن قلق حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي الناتو من عودة روسيا إلى الساحة الدولية في محله. من جهة أخرى، هاجم تيلرسون الصين معتبرا أن القوة الأسيوية تلاحق أهدافها الخاصة ولم تساعد بما يكفي في ضبط كوريا الشمالية. وإلى الملف السوري، حيث أعلن مصدر دبلوماسي روسي أن محادثات السلام حول الأزمة السورية المرتقبة في أستانا بكازاخستان سيتم عقدها في 23 من يناير الحالي برعاية روسيا وتركيا وإيران. كانت تركيا وروسيا قد سعتا نهاية الشهر الماضي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ما زال ساريا المفعول منذ ذلك الوقت، ويشمل الاتفاق إجراء السلام في غضون شهر منذ بدء تطبيق الهدنة وصمودها، وستجرى في أستانا بكازاخستان. ميدانيا، توصل الجيش السوري إلى اتفاق مبدئي مع المسلحين في وادي بردة من أجل تسوية أوضاع بعضهم وإخراج المتبقي منهم من المنطقة باتجاه ريف إدلب، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية. في غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة في مناطق بالغوطة الشرقية وأطراف منطقة وادي بردة بريف دمشق، حسب ما أفاد ناشطون سوريون. رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي دخل حيز التنفيذ في 30 من ديسمبر الماضي، إلا أن العديد من الانتهاكات والخروقات بحق الهدنة ما زالت ترتكب يوميا، ولعل أبرزها التصعيد العسكري الذي يشهده وادي بردي. وللمرة الأولى منذ احتدام المعارك بالوادي، أعلن الجيش السوري عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع الجماعات المسلحة في وادي بردي من أجل تسوية أوضاع بعضها وإخراج المتبقي منها من المنطقة باتجاه ريف إدلب. ويقضي الاتفاق المبدئي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وخروج المسلحين الغرباء من وادي بردي ودخول وحدات الجيش السوري إلى المنطقة لتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة. كما ينص الاتفاق المبدئي على تمهيد دخول ورشات الصيانة والإصلاح إلى عين الفجة لإصلاح الأعطال والأضرار التي لحقت بمضخات المياه والأنابيب نتيجة الاعتداءات بمنطقة وادي بردي. على جانب
الآخر تعرضت بلدات عدة في منطقة المرج في الغوطة الشرقية بدمشق لغارات جوية هي الأولى منذ بدء الهدنة، كما أفاد ناشطون بتواصل الاشتباكات في عدة محاور في ريف دمشق بين الجيش السوري والفصائل المسلحة. وفي مدينة دير الزور نفذت وحدات من الجيش السوري مدعومة بالطيران الحربي عدة ضربات ضد تحصينات ومحاور تسلل مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش في أحياء بالمدينة وريفها، كبدتهم خلالها خسائر بالأفراد والعتاد الحربية. ومنذ 30 من ديسمبر الماضي تشهد الجبهات الرئيسية في سوريا وقفا لإطلاق النار، إلا أن معظم المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة لم تنقطع عنها الغارات والقصف بصورة كاملة. ويستثني الاتفاق الروسي التركي وهو الأول بغياب أي دور لواشنطن التنظيمات المصنفة بالإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي وجبهة ما تعرف بفتح الشام من العمليات العسكرية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة السورية دمشق دكتور إبراهيم زعير أستاذ بجامعة دمشق. دكتور إبراهيم بعد التحية، هناك تقدم للجيش السوري سواء على المستوى الميداني أو على المستوى السياسي، فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع قادة المجموعات المسلحة في وادي بردة، كيف تنظر إلى ذلك يا فندم؟ نعم دكتور إبراهيم، هل تسمعني الآن دكتور إبراهيم؟ يبدو أن هناك شيء ما في لهذا الاتصال الهاتفي، ونشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد قليل. الجيش العراقي ينتزع 3 قرى بالساحل الأيسر شرق الموصل من قبضة داعش ويسيطر على 80% من الجانب الشرقي للمدينة. كما تتابعون كذلك إضراب شامل في مختلف المدن والبلدات العربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 احتجاجا على هدم منازل لفلسطينيين. وما هو قدم الاقتصاد؟ أصحابكم في هذه الجولة مع المال والأعمال الزميلة مرة المليجي، إليكم أشهر. شكراً ريهام ودينا، وأهلا بكم مشاهدينا مع هذه الوقفة لأخبار المال والأعمال وأبرز ما فيها. رئيس مجلس الوزراء يبحث مشكلة ارتفاع قيمة المديونية الدولارية على عدد من المستثمرين لدى البنوك. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، حيث عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم اجتماعا مع وفد من اتحاد المستثمرين بحضور كل من وزير المالية ووزيرة الاستثمار وممثلي البنك المركزي المصري. تناول الاجتماع مشكلة ارتفاع قيمة المديونيات الدولارية على عدد من المستثمرين لدى البنوك التجارية، وذلك نتيجة ارتفاع سعر الصرف، حيث استمع رئيس الوزراء تفصيلا لكل من ما عرضه الوفد من ملاحظات في هذا الشأن. من جانبه أكد وفد اتحاد المستثمرين حرص رجال الصناعة في مصر على التوسع والنمو سواء فيما يتعلق بتطوير المنتجات الحالية أو إدخال صناعات جديدة بما يتماشى مع خطة الدولة في خفض الاستيراد لصالح الإنتاج المحلي وكذلك تحقيق فائض للتصدير في عدد من الصناعات.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن منح مهلة للمواطنين لتقديم طلبات استخراج البطاقات التموينية بدل التالف أو الفاقد حتى نهاية فبراير القادم بهدف إعطاء فرصة أكبر للمواطنين للحصول على البطاقات. كما تقرر استمرار المبادرات التطوعية من المواطنين بالتقدم لخصم المتوفين أو المسافرين مدة تزيد عن 6 أشهر أو الأسماء المقررة من البطاقات التموينية حتى نهاية شهر فبراير أيضا، مع إيقاف أي أعمال أخرى خاصة بالبطاقات بهدف تسريع إنهاء الإجراءات للمواطنين. وأضاف وزير التموين أنه لن يتم حرمان أي مواطن مستحق من الدعم من بطاقة التموين، وأن الضوابط التي يتم تطبيقها لا تهدف إلى تقليل الدعم وإنما تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه. وإلى أسواق المال، حيث واصلت البورصة المصرية تحطيم أرقامها القياسية لدى إغلاق تعاملات الأربعاء مدعومة بعمليات شراء مكثفة من المستثمرين الأجانب والعرب سواء للمؤسسات أو الأفراد، وذلك بالتعاملات على الأسهم الكبرى والقيادية في قطاعات البنوك والعقارات. وقد تأثرت التعاملات باستمرار حالة التفاؤل لدى المستثمرين بعد أن عدلت مؤسسات دولية من تقاريرها بشأن الاقتصاد المصري لتعززه بنظرة إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي. وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالبورصة نحو 1,900,000,000 جنيه لينهي التعاملات عند مساوى 622,100,000,000 جنيه بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 1,300,000,000 جنيه. أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان هناك حاجة لتمديد اتفاق منظمة أوبك مع المنتجين المستقلين بهدف خفض إنتاج النفط لأكثر من الفترة المستهدفة وهي 6 أشهر. وأضاف المزروعي خلال مؤتمر نفطي الأربعاء أن هناك حاجة إلى المنافسة في سوق النفط، وأن السعي لتثبيت السوق بهدف الوصول إلى سعر معين لن يفلح نظرا لأنه لن يلقى تأييدا من أي دولة عضو في أوبك، مشيرا إلى أن المنتجين تدخلوا لحماية السوق من خلال اتفاقهم بهدف دعم الأسعار. سجلت عملاقة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص ارتفاعاً بلغ 8% في تسليمات العام الماضي بما يفوق توقعاتها بهامش كبير. وقال رئيس الشركة خلال مؤتمر صحفي الأربعاء أن الشركة سلمت 688 طائرة في 2016 مقارنة بتوقعات بتسليم 650 طائرة، وحجم المستهدف يقدر 670 طائرة. وتوقع رئيس إيرباص أن لا تحقق شركته نهاية قياسية أخرى في عام 2017 وأن تستقر المستويات الإنتاج في هذا العام. قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا الأربعاء إن الطلب العالمي على السفر بالطائرات قد ارتفع بنسبة 7.6% في نوفمبر، مسجلا أقوى وتيرة له في 9 أشهر، وذلك بفضل تعافي حركة الطيران الأوروبية. وتوقع إياتا هبوط ربحية شركات الطيران في عام 2017 من ذروتها في عام 2016. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية وعودة للزملاء لاستكمال ما تبقى من بانوراما النيل. إليكم. شكرا مرفت. إلى تذكرة بأبرز الأحداث التي نريدها تفصيلا خلال هذه الساعة. خلال اجتماعه بكبار قيادات القوات المسلحة والشرطة، الرئيس السيسي يوجه بمواصلة خطط استهداف البؤر الإرهابية والحفاظ على سلامة المدنيين. الحكومة توافق على مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع. وزير الصحة يقول إنه سيتم زيادة أسعار 3000 صنف دواء من إجمالي 12,000. قوات حرس الحدود تنجح في اكتشاف وتدمير 67 نفقا ومضبوطات بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال عام. ترامب يؤكد أن الملف الروسي هو أمر اختلقه خصومه، والكرملين يصف الاتهامات الموجهة لموسكو في الانتخابات الأمريكية بالمفبركة.
أعلن متحدث باسم قوات مكافحة الإرهاب العراقية أن القوات العراقية تسيطر على ما لا يقل عن 80% من الجانب الشرقي للمدينة. وقد اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب العراقية 3 أحياء في الساحل الأيسر شرق مدينة الموصل تمهيدا لتحريرها من قبضة داعش. وصدت القوات هجوما للمسلحين بسيارة مفخخة لعرقلت عمليات التقدم وقتلت العديد من عناصر التنظيم. تقدم ملحوظ تحرزه القوات الأمنية العراقية بالموصل من أجل تطهير المدينة من مسلح تنظيم داعش الإرهابي. قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من السيطرة على حي المالية بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وذلك بعد تحريرها لحي السابع من نيسان من قبضة التنظيم الإرهابي. قائد عمليات قادمون ياني نوى قال إن القوات الأمنية العراقية رفعت علم البلاد فوق الأحياء المحررة وكبدت تنظيم داعش خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات. تقدمنا يوم باشنا من الصبح قطعاتنا لحي فلسطين واخذنا حي فلسطين بالكامل وسعنا ضفافنا هالدجلة إن شاء الله والدواعش كم هربوا ما ظل أي داعشي وحتى هم عندهم شيء عبروا على الساحل الأيمن ما عندهم أي شيء. وفي غضون تقدم القوات الأمنية العراقية أعلنت قوات مكافحة الإرهاب السيطرة على ما لا يقل عن 80% من الجانب الشرقي لمدينة الموصل. مصادر عسكرية قالت إن تحرير الموصل من قبضة التنظيم الإرهابي سوف يستغرق حوالي 3 شهور. ممكن يعطي أوقات تقريبية لكن أوقات دقيقة أنا أشوفها ليس سهلة، ولهذا أعطيت مدة 3 أشهر. قد يكون التحرير قبل هذه 3 أشهر لأنه توقيتات حساباتها مع مفاجآت العمليات العسكرية في مواجهة عصابات أعتقد يعني يحتاج لها إلى دقة عالية ولأنه المتغيرات كبيرة. وكانت القوات الأمنية العراقية قد عززت من سيطرتها بعد أن فقد المسلحون القدرة على دعم عناصرهم الموجودين في الجانب الشرقي وغير القادرين على الفرار إلى الجانب الغربي من المدينة بفضل ضربات قوات التحالف الدولي الجوية لجسور المدينة خلال الأسابيع الأخيرة، لكن القسم الغربي من الموصل والذي يضم المدينة القديمة لا يزال تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بشكل كامل. شهدت مدن وبلدات عربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 إضرابا شاملا منذ صباح اليوم، وذلك احتجاجا على قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 11 منزلا فلسطينيا في بلدة قولونسوة تحت ذريعة البناء بدون ترخيص. كما قام آلاف من عرب 48 بمظاهرات في شوارع قولونسوة احتجاجا على هدم المنازل. وقال رئيس لجنة المتابعة العربية والتي دعت للإضراب إنه كان هناك تجاوب ممتاز في كافة القرى والبلدات العربية في ذلك فاقت التوقعات، حيث أغلقت المحلات التجارية والمدارس أبوابها. عودة إلى الشأن المحلي، حيث أكدت وزارة التضامن الاجتماعي غادة والي أن الجمعيات الأهلية تشارك في تطوير وتدعيم التعليم. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته مع ممثلي عدد كبير منها بحضور وزير التربية والتعليم الهلال الشربيني. من جانبه صرح وزير التربية والتعليم بأن مصر بها عجز كبير، مشيرا إلى الحاجة ل 350 ألف فصل دراسي جديد حتى تستطيع استيعاب الطلاب، مناشدا الجمعيات الأهلية بدعم الوزارة. من أجل بحث تطوير ودعم التعليم عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي اجتماعا بمشاركة 43 جمعية أهلية مهتمة بالتعليم بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا كجمعيات أهلية هندعم التعليم كنشاط مهم جدا جدا لتحقيق العدالة الاجتماعية ولحماية الفقراء. أيضا اتكلمنا عن دعم النشاط في مجال الصحة وكل التدخلات الصحية، واتكلمنا عن نشاط التدريب والتشغيل لأن أيضا التوظيف من شأنه حماية الشباب وحماية الطبقات الأدنى. من جانبه أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تواجهها تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى 350 ألف فصل دراسي جديد. الأبنية التعليمية وتقليل الكثافات الطلابية وسد احتياجات المناطق المحرومة. عندنا بعض الأماكن في القاهرة وبعض الأماكن في الجيزة
عدد الطلبة بالشكل ده وصل في بعض الأماكن في الفصول ل 130 و 140 تلميذ. الجمعيات الأهلية المشاركة أكدت أنها لا تألو جهدا في تطوير ودعم التعليم بكل أشكاله. كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ليها مجال هي متخصصة فيه وبتشتغل فيه. يعني إحنا مثلا المؤسسة بتاعتنا إحنا بنشغل أكتر بالعمل على البشر، على رفع الكفاءة بتاعت البني أدمين اللي بيشتغلوا أو العاملين بالعملية التعليمية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بممثل الجمعيات الأهلية في 3 يناير الجاري مشيدا بدورها في التعليم، وطلب الجهات المعنية بالمتابعة معها في هذا المجال. تحديات كثيرة تواجه العملية التعليمية، ما يبرز الدور المأمول من منظمات المجتمع المدني لدعم التعليم من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. من وزارة التضامن الاجتماعي، محمود العزالي، النيل. وسط إجراءات أمنية الآن مع وقفتنا الرياضية ريهام. بتأكيد. ونعم وحنان عاطف مع حنان.